يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في شهر رمضان يشتد الزحام في المسجد الحرام، فأسافر من مدينتي وأنا أنوي العمرة ثم الاعتكاف في مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله بمكة لقلة الزحام فيه، فهل يجوز فعلي هذا؟ نعم، على القول الصحيح أن الحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام ويضاعف فيه الصلاة، وهذا هو القول الصحيح. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بهذا، يقول إن الفضيلة تعم كل ما هو داخل أميال الحرم، كله يسمى بالمسجد الحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا أجد معينا لي على الاعتكاف. نعم. لا أجد معينا لي على الاعتكاف. هو ما هو بالفضيلة على أنه مسجد ابن باز، الفضيلة على أنه من الحرم، فضيلة على أنه من مساجد الحرم. نعم.